ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض ازاي نخزن الرمان في الفريزر من غير ما يبوظ ابدا، وده دلوقتي موسم الرمان. عايزه اقول لكم ان انا بشيل كميه رمضان كل سنه وانتم طيبين، وبشيلها وما بيحصلهاش اي حاجه كل سنه، عشان طبعا الولاد وعشان الانيميا وعشان كل حاجه، وفي رمضان ما بيكونش متواجد خالص الرمان. يعني انتي جيبي بقى الكميه بتاعتك وشوفي انا هوريكي الطريقه الصحيحه ان انتي ازاي تشيليه. بصوا انا دلوقتي معايا هعمل لكم مثال على ده، كيلو رمان فصصته. طبعا انتوا بتعرفوا كلكم ان انتوا تفصصوا الرمان، فانا فصصت كده معايا كيلو رمان، وهجيب معايا الخلاط هعصر الرمان من غير ميه خالص، يعني هفضل وراه حبه حبه لغايه لما يبقى خام خالص. وانا بعصره هحط عليه ذره كده صغيره، ده ربع معلقه صغيره من ملح الليمون. عايزه اقول لكم ان ملح الليمون ده ماده حافظه، حتى لما تحطيه في الفريزر مش هيغير طعمه ولا لونه ولا يحصل له اي حاجه. ما بحطش ليه ليمون عادي فريش؟ عشان الليمون العادي الفريش لما بنحطه في الفريزر فتره بيمرر، العصير بيبقى مر، لما تيجي تعمليه بعد كده بيكون مر. فملح الليمون بيكون ماده حافظه وبيحافظ على الطعم والنكهه معايا. فدلوقتي انا هضربه في الخلاط وهصفيه وهوريكم ازاي بنحفظه وبنشيله. تعالوا نشوف بقى الرمان بعد ما ضربناه في الخلاط وصفيناه بالشكل ده، وبصوا لونه حلو ازاي وجميل اهو بالشكل ده كده معايا. وبكده بقى تقدري تشيليه عندك في الفريزر لمدة سنة كاملة مش هيحصل له اي حاجة. هتعمليه اكياس وتحطي كل كيس على قد الكمية، ده ما فيهوش سكر. انا بحط السكر لما باجي استخدم، هنحط مية في الخلاط على كركريه، ميه او كركريه، لو ما بتحبوش بالكركريه يبقى هتزودي ميه وهتحطي السكر بتاعك. دلوقتي انا هفضيه كده اهو معاكم، مثلا اهو بصوا سمكه كمان وبصوا لونه اهو بالشكل ده كده اهو. وانا بقى هبقى طبعا انا هعمل كميه، دول بس حبه كده، ده كيلو انا عملته معاكم بالشكل ده كده اهو. بصوا اهو انا بقى هعمل كميه وهحطه في الفريزر، بس انا كنت عايزه اوريكم ان هو بيكون عامل كده اهو. ولو عندك الرمان ابيض من جوه اوعي ترميه، يعني ما يكونش بايظ ولا حاجه. دلوقتي الرمان رمان سكري يعني كله حلو. ممكن لو عندك لون، اللون ده بيكون لون غذائي، بتحطي حبه من اللون عشان الولاد يفضلوا عارفين ان لونه زي ما هما متعودين عليه باللون اللي هو الرماني اللي هو اللون المحمر ده. تعالوا بقى نشوف احنا هنقدمه ازاي معانا. بصوا هنا اهو انا معايا كده اهو، مثلا هتطلعيه من الفريزر تضربيه بقى، تحطيه بكركريه او تحطيه بميه. انا عملت قبل كده واحد بكركريه في فيديو مع ماما، هعمل لكم بقى اللي بميه. بصوا كده اهو، مثلا نص الكاسه معايا كده اهو رمان، ونص الكاسه التاني هحط ميه، وبعدين هحط بقى السكر بتاعك على حسب الرغبه بتاعتك. يعني انا مش هحط سكر غير انت بقى تحطي السكر، 3 معالق 4 معالق زي ما بتحبوا السكر بتاعكم. وكده بيكون جاهز معايا عصير الرمان الفريش، وما بيحصلوش اي حاجه لمده سنه بحالها في الفريزر. وزودناه وبرده تقيل زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا الطريقه دي هتعجبكم قوي في تخزين الرمان. وبجد النهاردة عايزة تكون الحلقة بتاعتي تكون عجبتكم، ويا ريت يا جماعة اللي مشتركش في القناة يشترك عشان عندي كل جديد ليكم. متشكرة ليكم، والسلام عليكم، باي باي.